مشاهدينا اهلا بيكم حلقه جديده من برنامجكم دنيا السياحه. النهارده متواجدين معاكم داخل منطقه الجزيره في القاهره علشان ننقل لكم فعاليات منتدى ثقافي للمرشدين السياحيين اللي هم عاوزين يساعدوا مصر. النهارده الفعاليات علشان في مسابقه، المسابقه دي تبع وزاره الشباب والرياضه هنا بتستضيفها في احدى قاعاتها في منطقه الجزيره علشان المرشدين السياحيين دول مهمين جدا. طبعا احنا على اعتاب افتتاح المتحف الكبير. ايه دور المرشد السياحي ان هو يروج لمنتجه، يروج لبلده مصر؟ النهارده عاملين مسابقه علشان نشوف احسن فيديو مدته 5 دقايق للمرشدين السياحيين اللي بيروجوا للمنتج المصري. تابعونا. النهارده احنا بنتواجد في الملتقى الثقافي للمرشدين السياحيين والعاملين بالسياحه والاثار، بينظمه الاتحاد الافريقي الاسيوي، وبخص بالذكر انه مكتب القاهره هو القائم بتنظيم هذا الملتقى. نعرفين ان كل ده بيصب في صالح صناعه السياحه اللي هي من اهم الموارد لإضرار العملة الحرة للاقتصاد القومي. وبنقول إن مصر دولة سياحية منذ القدم، يعني إذا كنا بنتكلم على السياحة الثقافية فإحنا عندنا الآثار اللي موجودة عندنا في مصر نتكلف على حضارة 5-7 آلاف سنة. فعلشان السائح يجي ويبدأ يلاقي حد يشرح له هذه الآثار ويشبع يعني ما قرأه ويفسر له ما قرأه هو في دولته أو اللي درسه، فلازم من تأهيل المرشد السياحي المصري أنه يقدم الخدمة الجيدة للسائح اللي بيتكلف الأموال وبيجي علشان يزور أثرنا ويزور التاريخ بتاعنا. طبعا بنقول ان المرشد السياحي ده هو اول انطباع للسائح لانه بيستقبله من المطار، واخر انطباع عن الرحله، وايضا خلال الرحله بالكامل. ده بيدي يعني عامل من عوامل زي ما بنقول يعني الدعايه لتنشيط السياحه، لان السائح لو مشي من عندنا واخد فكره جيده اللي نقلها له المرشد، فالسائح بيجي، ومش بيجي بس، سائح بيصور بقى الرحله بتاعته بالكامل وبينزلها على وسائل التواصل الاجتماعي لاهله واصدقائه، على صفحات كتيره ومواقع، ويمكن بيصور حاجات وينزلها على اليوتيوب او على تيك توك او على الحاجات اللي احنا بنقول انها بقت هي دي الوسيله لجذب أو وسيلة نشر المعلومة في العالم بالكامل. فمن هذا المنطلق يمكن كان هذا الملتقى بيركز على دور المرشد السياحي. وإحنا يمكن برضو من هذا المنطلق بنلقي الضوء على السياحة الإلكترونية. الجهات السياحية لازم تعمل عليه علشان تبدأ تعمل الدعاية للمنتجات السياحية اللي موجودة عندنا في مصر. خاصة احنا بنمتلك مقومات ربنا اللي ادهلنا، يعني بحار اللي موجودة سواء البحر الأحمر أو البحر المتوسط، الشمس اللي موجودة والرمال، لدرجة ان احنا يمكن في البحر الأحمر بنقول ان المحافظة بتمتلك أو يعني منتجعات البحر الأحمر بتمتلك منظومة التريبل اس اللي هي السن ساند وصن وسي. في دول حبيسة كتير في أوروبا وفي آسيا ما عندهاش بحار، فبنمتلك البحر. في دول كتير فترة الشتاء ومن أول يمكن شهر 9 بتبدأ التلوج عندهم، بيبقى نفسهم في شعاع الشمس، ده موجود عندنا. دول كتير الشواطئ حتى بتاعتها بتلاقيها شواطئ صخور، نفسهم يقعدوا على الرمل ويشوفوا الرمل، فده الدراع الثالث للتريبل اس. يعني الملتقى مهم للعاملين في مجال السياحة، لشركات السياحة، وأيضا لأبنائنا الدارسين في هذا المجال. نتمنى التوفيق لكل القائمين، وأن الملتقى ده ينجح زي ما نجح الملتقى الأول، فده الملتقى الثاني، وكل عام إن شاء الله يبقى فيه ملتقى لصالح
السياحة المصرية وجذب السياحة إن شاء الله. إحنا النهاردة موجودين في الملتقى المرشدين السياحي الثاني اللي بتنظمه الدكتورة داليا أمين رئيس مكتب مصر في الاتحاد، وإحنا هدفنا من هذا الملتقى إن إحنا نلقي الضوء على دور وأهمية دور المرشدين في التسويق السياحي وفي وجودهم في قطاع السياحة. هم عن حقهم سفراء السياحة، هم الناس اللي بتجايد أو بتقود قاطرة السياحة المصرية، يسوقوا السياحة في العالم كله. لهم عن حق وعن جد، يعني ليهم المرشدين السياحيين قوة مؤثرة كثيرة جدا، لأن هم أول من يلتقي بالسائح وآخر حد بيودع السائح. فالنهاردة الملتقى هدفه الرئيسي إلقاء الضوء على أهمية دور المرشدين السياحيين في التسويق السياحي، على أهمية المرشد السياحي ووجوده كأحد الروافد المهمة لتسويق السياحة المصرية. أيضا أنا أحب أكلم حضراتكم عن الدور اللي بيقوم به الاتحاد الأفريقي الأسيوي أفاسو للسياحة والتنمية. هو أحد الاتحادات المنبثقة من منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الأسيوية التي تأسست في عام 1958 في مثل هذه الأيام. حقيقة الاتحاد واخد السياحة كأحد الأدوار الرئيسية الهامة. إحنا بنعمل على تنمية السياحة الأفريقية الأسيوية والأفريقية البينية، يعني إحنا بنعرف الناس يعني إيه سياحة، مقومات السياحة، بنحاول نعمل ورش عمل في التدريب السياحي لكل القطاعات من أول الطالب حتى كل قطاعات السياحة. بنحاول نعمل دورات تدريبية ورش عمل عن التحديات التي يقابلها قطاع السياحة في كل الدول الأفريقية والأسيوية، وطبعا بالتأكيد مصر، لأنه التحديات دي مهمة جدا. الورش دي بتكون عبارة عن إن إحنا بنجيب أصحاب المصلحة، يعني الفنادق والعاملين فيها وأصحابها، شركات السياحة، المطاعم، البازارات، أصحاب الشركات الليموزينين العاملين في المطارات، ونبدأ نناقشهم إيه اللي بيقابلك من صعوبات، إيه اللي ممكن نطور بيه القطاع بتاعك، وبنطلع بتوصيات بنبعتها للسادة المسؤولين. وده أحد الأدوار الهامة جدا للاتحاد الأفريقي الأسيوي أفاسو. أيضا إحنا بننشئ الآن أكاديمية إلكترونية للسياحة في أفرو أسيا، طبعا هيكون مقرها جمهورية مصر العربية، بما أن المقر الرئيسي للمنظمة الأم اللي هي منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الأسيوية في جمهورية مصر العربية. الأكاديمية دي هتعلم عن بعد وهتهتم اهتمام شديد جدا بقطاع السياحة وكل مقومات السياحة في العالم كله، وليس في أفريقيا وأسيا بس أو في مصر بس. حقيقة إحنا بنهتم جدا بقطاع السياحة والتنمية في قطاع السياحة والسياحة المستدامة. كما إن في شق مهم جدا عندنا، جائزة أفاسو الذهبية للسياحة والتنمية المجتمعية المستدامة. وإحنا بناخد الناس القدوة في مجال السياحة ونلقي عليهم الضوء ونكرمهم. هذا العمل كرمنا مثلا العديد من القامات مثل السيد كامل أبو علي، مثل وزير سياحة سيشل من أفريقيا، السيد عنان الجلالي كأحد قامات الفنادق في جمهورية مصر العربية. كتير قوي كرمناهم في قطاع السياحة، لأنه الناس دي إذا ألقينا عليها الضوء وعلى مسيرة حياتها، ده بيؤثر تأثير مباشر جدا في العاملين في القطاع وبيحفزهم، وأيضا بيشجع الناس القدوة دول إن هم يستمروا في التنمية السياحية المستدامة. إحنا النهاردة في الملتقى الثقافي الثاني للمرشدين السياحيين والعاملين في قطاع السياحة والآثار، والملتقى ده فريد من نوعه، بيسلط الضوء على دور المرشد السياحي في التسويق والترويج للسياحة المصرية. بيهدف الملتقى إلى يعني تسليط الضوء على دور المرشد السياحي في التسويق لمصر داخليا وخارجيا. تعتبر التجربة السياحية من أهم عناصر العملية السياحية في مصر، ويعتبر المرشد السياحي أهم عنصر في تطبيق التجربة السياحية في مصر، ولذلك لابد أن نفعل دور المرشد السياحي في تنشيط السياحة المصرية داخليا وخارجيا. الملتقى النهاردة حضروا جميع الفئات مشاركة فيه، حضروا شخصيات قيادية على مستوى الدولة، حضروا ناس من وزارة السياحة والآثار، حضروا من وزارة الطيران، حضروا من وزارة التعليم العالي، كليات السياحة والفنادق والأكاديميات، يعني كمان حضروا طلاب كليات السياحة والفنادق وكليات الآثار وكليات الآداب. فهو ملتقى متكامل عشان خاطر كلنا نتفق وكلنا نوحد جهودنا بحيث ان احنا نقف خلف دولتنا في تنشيط السياحة المصرية.
عندنا حاجات في الملتقى النهاردة بنعلن عنها لأول مرة، وهو مسابقة أفضل فيديو ترويجي للسياحة المصرية الغير تقليدية، يعني نمط من أنماط السياحة المصرية الغير تقليدية. وده اللي بيدل على ان احنا لازم نسلط الضوء على الانماط السياحيه الغير تقليديه في مصر، بحيث ان احنا نعمل تنوع للسائح اللي جاي مصر يشوف انماط مختلفه، يزور اماكن مختلفه، يعيش تجربه سياحيه مختلفه، فنديله خبره حياتيه اجتماعيه ثقافيه سياحيه مغامرات، كل حاجه ياخد خبره كامله عن مصر كمقصد سياحي. مصر مش المفروض تكون من احد الدول المصدره او المستقبله للسياحه، مصر بكل مقاوماتها وبكل اثارها وتاريخها وحضارتها وناسها المفروض تكون افضل دوله في العالم وتكون في مقدمه الدول السياحيه في العالم. احنا طبعا جايين النهارده في المؤتمر الخاص بطبعا تدعيم السياحه والمرشدين والاثار اللي منظمه مكتب مصر في الاتحاد الافرو اسيوي، وطبعا احنا بنكن كل الاحترام والتقدير لكل اعضاء الاتحاد، وان شاء الله باذن الله تعالى يكون موسم سياحي مليء بالخير ومدعم من عندنا. واحنا طبعا بنناشد كل المرشدين السياحيين وبتوع الاثار ان هم طبعا يظهروا بالمظهر اللائق لاظهار طبعا الحضاره المصريه القديمه اللي احنا بنعتز بيها، وهي طبعا يعني تراث موجود ومن قديم الازل لمصر الحبيبه. وان شاء الله طبعا احنا كاعضاء الاتحاد الافرو اسيوي دائما بنسعى نكون في دعم السياحه والاقتصاد المصري بكل ما يعني بكل وسعنا الكبير. Hello everyone from all over the world. This is Walid from the Egypt. I'm tour guide, so I would like to invite all the people to come to visit our country. I'm going to tell you that Egypt, it's very safe to come to visit. Anyway, if you can't traveling in all over the world, yes, I know every place have a very amazing area, but I'm going to tell you something very important. If you come to Egypt, the first things you're going to see in your mind, the pyramids. For information, the pyramids in Giza, the one from the ancient seven wonders, is still alive. So if you're traveling in all over the world and not see the pyramids, you are not traveling at all. So I invite everybody to come to see like the pyramids. That's it? No. For sure, we have another area that's very important. It's called Saqqara. There you can see the first tombs. In the first tombs, you're gonna see from like 4,000. 500 years ago, how the life it was in ancient time, how the ancient people they grew the food, how the ancient people discover many things, how the ancient people make the oils, all that you're gonna see in front of your eyes is natural. That's it? No. You can go into Red Sea. The Red Sea, we have two very nice area there. We have Sharm el Sheikh, Hurghada. You can have a nice relaxations. You have a wonderful scuba diving, the best you see in the life. That's it? No. For sure, you can go to Aswan. In Aswan, you're gonna discover another area like Nubian Valley. How the life for these people, it's amazing. You're gonna see Abu Simbel Temple, one of the amazing temple. That's it? No. You can visit Luxor. Luxor, the one of the very nice place to see how the huge temple there, it's amazing. That's it? No. You can make a safari like in Oasis. You can make safari in Fayoum. You can make sandboarding. So Egypt, it's very, very rich country to see a lot of stuff, and you have a lot of experience and you have a lot of adventure. So I invite everybody come. That's last things I'm gonna tell you. If you're traveling all over the world, you're gonna find the best surface, best things, and a good price too. So I would like to tell you everybody welcome to Egypt. أنا كأحد الدارسين للسياحة والإرشاد السياحي ومرشد سياحي سابق وأعمل في مجال السياحة والطيران، بلاقي إنها فرصة ثرية لعرض الأفكار وتبادل الرؤى حول المستجدات في السياحة، خاصة في ظل التحديات اللي بتواجهها مصر بصفة عامة وقطاع السياحة بصفة خاصة في ظل الأزمات المتراكمة والمتعاقبة في السوق السياحي المصري. الحقيقة لا يخفى على أحد ما يجري الآن نتيجة أهم الأزمات اللي واجهناها، وهي الفورس ماجور من نتيجة الأوبئة وكورونا، ودي كانت الضربة القاسمة لقطاع السياحة، والحروب وتأثيرها وانعكاساتها على حركة السياحة والتدفقات السياحية لمنطقة الشرق الأوسط ومصر.
ده بيستلزم مننا كعاملين في المجال ان احنا نشوف رؤى جديده نتخطى بها الازمه ونتجاوز العقبه اللي بتواجه قطاع السياحه في الفتره الراهنه. طبعاً التكنولوجيا ساعدت كتير المرشد السياحي النهاردة، ما بقتش الشكل التقليدي للإرشاد السياحي وإنه هو يبقى يحكي قصة السياحة بشكل نمطي، ولكن مع المستحدثات اللي جرت وخلت إنه هو في تواصل مباشر والسوشيال ميديا، خلت أي حد محب للآثار ومحب للسياحة ومدعم لها أن يوصل المسج لكل الأسواق المستهدفة وكل الراغبين في السفر وزيارة مصر. وطبعا اللي شجع على كده توجهات الحكومة المصرية في دعم السياحة والبنية التحتية وتطوير مرافق الجذب السياحي وتنويع المنتج السياحي المصري، في ان يخلي عندنا منتج وماتيريال قوي جدا لاي حد بيعمل في السياحه، انه يسهل مهمته في توصيل الرساله وفي جذب السياحه. لكن في تخطي العقبة اللي بتواجهنا في المنطقة هيساعد أكتر عملية الديجيتال ماركتينج والديجيتال بروموشن لأي حد بينتهج العمل السياحي، في إن مهمته تبقى أسهل وإن هو يحدث ترويج للسياحة المصرية. وقد فازت بالمركز الأول المرشدة السياحية هلا أحمد لأفضل فيديو ترويجي للطعام. سياحة الطعام مهمة جدا. وقد فاز بالمركز الأول المرشد السياحي أحمد فرحات للسياحة الريفية. السياحة الريفية في مصر مهمة جدا وليها قطاع كبير قوي من السياح. أما الفائز بالمركز الأول عن سياحة الفلك وهما اتنين، ندى رحيل وديفيد أيمن. كده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامجكم دنيا سياحة. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم. لسه عندنا حلقات تانية قوية جدا، تابعونا دايما. كان معكم أدهم الكموني في دنيا السياحة.